يا الله مسهم بخير. وهذه هدية جاتنا نعامة صغيري وزينة صغنونة، بس عاد إذا كبرت مو بطيحين وتوجعين عصي نفس ذيك. وش تبي كل شيء بتاكلينه؟ ما شاء الله تبارك زينة. طبعا هذا أبو ريالين عاد، طبعا هذا من النوع القزم، الحين قال كبير خلاص سميناه أبو ريالين ذا. عاد هذه وقفي وقفي، أيوة شاطرة ما شاء الله زينة. اليوم طيور مفرعين لهن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيه نظرك. الله يطير جارحة عنده النظر ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا قطة بري، بعضكم يسميها تفه. اركض بس اركض.